اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهوا ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم وكل اتصالاتكم. كل سنه وكلكم طيبين. بعتذر جدا 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 عن فتره الغياب من اول 2019 لحد دلوقتي. بتاسف جدا جدا جدا، كانت عندي ظروف. بتمنى انكم تدعوا لي تعدي على خير ان شاء الله. بشكر كل حد اهتم وبعت لي على السوشيال ميديا، حقيقي كم هائل من الرسائل، وبعتذر جدا اني ما قدرتش ارد نظرا للظروف الخاصه اللي كانت عندي. بشكركم جدا جدا يا جماعه لاهتمامكم ولدعواتكم ولسؤالكم عليا. انا بخير الحمد لله. في ناس كانت مطلعه اشاعه ان انا مش موجوده على سفره، انا موجوده على سفره وما فيش اي مشكله، انا بس كان عندي ظروف والحمد لله وربنا يعديها على خير ان شاء الله ويفرجها على كل الناس يا رب. طيب احنا كنا حكينا لكم في اخر 2018 ان احنا من اول 2019 هيكون في اهتمام اكتر بكل الفقرات اللي كنا عملناها على مدار الخمس سنين اللي فاتوا ونالت رضاكم. فاحنا قررنا القائمين على البرنامج والقائمين على سفرة ان احنا نهتم بالفقرات دي بشكل اكبر في 2019. فان شاء الله باذن الله ابتداء من 2019 هيبقى عندنا تقسيمة ثابتة للأسبوع. يوم السبت هيكون هنعمل فيه منيو الأسبوع مع بعض، هنعمل فيه تحضيرات الأسبوع، هنعمل فيه قائمة المشتروات للبنات اللي لسه جديدة ما بتعرفش تعمل قائمة المشتروات تنزل تشتري إيه، هنقسم فيها المصروف بتاع الأسبوع، هنعرف فيها إزاي نحدد الكميات حسب عدد الأشخاص اللي موجودين في البيت أو في العزومة. يوم الحد هيكون مخصص للمبتدئات لمبادئ المطبخ بكل تفاصيلها، هيكون مخصص للتخزين، ايه بيتخزن فين قد ايه ولما طلعوا من التخزين استخدمه ازاي. هيكون في فقرة ثابتة يوم الحد لتنظيم الوقت، ازاي انظم وقتي ما بين شغلي وولادي والمذاكرة والمطبخ والمواعين وكل الكلام ده. هيكون في فقرة ثابتة يوم الحد للتعرف على كل ادوات المطبخ، ايه الاداة دي وايه الاختلاف بينها وبين الماتيريال التاني، اجيب ايه فيهم، اجيب ده ولا ده، ولا اجيب اتنين، ولا اجيب ستة، ولا اجيب عشرة، اخزنهم ازاي، انظفهم ازاي، اطلع منهم البقع والصدى ازاي. كل الحاجات دي هنتعلمها ان شاء الله مع بعض باذن الله. يوم الاثنين هيكون مخصص للفيجيتيريان الفيجن، الأكل الصيامي، هيكون أكل أرديحي، هيكون أكل بدون لحوم. كمان هيكون مخصص لمرضى الحساسيات المتعددة، يعني هنعمل جلوتين فري، هنعمل ديري فري من غير ألبان، يعني من غير جبن، من غير بيض، من غير زبدة، كل الحاجات دي اللي بتعمل شوية من المشاكل وبدأت تبقى منتشرة جدا في الفترة الأخيرة. كمان يوم الاثنين هيكون في فقرة مخصصة للتيبس اللي هي التيبس اند هاكس وتيبس اند تريكس، اللي هي الحاجات اللي بتختصر عليكم حاجات كتير. هيكون كمان مخصص للأكل الموسمي زي ما عودناكم، من أول ما بنشتري الحاجة لحد ما بنخزنها لحد ما بنعمل منها الحلو والحادق. يوم الثلاث هيكون مخصص لوصفات الأطفال من أول ست شهور واحنا طالعين، برضو هيكون في اهتمام كبير جدا بالاطفال اللي عندهم مشاكل سواء حساسيه جلوتين او غيره. هيكون كمان في مخصص لحبايبنا اللي عندهم السكر، عندهم داون سيندروم، عندهم اي دي اتش دي، اي دي دي، اوتيزم، كل ده هنساعدكم ازاي ناكل ولادنا بنظام غذائي يساعدهم جنب طبعا الدكاتره اللي انتم ماشيين معاهم. وفي الفقرة بقى أو في اليوم بتاع الأطفال هنحاول نساعدكم أكتر حاجة على الأكل اللي بيمنع الأنيميا، التركيز، طب المذاكرة، طب نذاكر لهم إزاي، نشركهم في البيت إزاي، إمتى نشركهم في المطبخ. يعني هنحاول نديكم كده شوية تيبس عن الولاد في يوم الثلاث يكون وافي شوية. يوم الأربع هيكون بواقي الأسبوع، هنلم بواقي الأسبوع من يوم السبت ليوم الثلاث ونعمل منهم عزومة من البواقي عشان ما نهدرش اي حاجه عندنا في البيت. الخميس هيكون مخصص للاتيكات، هنبدا من الاول خالص،
هنبدأ نتكلم عن الاتيكات. والاتيكات الحقيقة مش هيبقى بس اتيكات العزايم واتيكات ترابيزة الأكل، احنا هنوسع الموضوع أكتر وهنتكلم عن اتيكات الأطفال، اتيكات المناسبات اللي بنعدي بيها كلنا في حياتنا. فإن شاء الله بإذن الله تكون فقرات تعجبكم وتكون مفيدة بالنسبة لكم. وكمان يوم الخميس هيكون مخصص للحلويات، الحلويات السهلة السريعة اللي من غير تكنيك، من غير أدوات، اللي مش معقدة خالص، للناس اللي لسه بتبدأ سنة أولى حلويات. يوم الجمعة هيفضل بست اوف، فكل يوم بعد الحلقة هتلاقوا بوست نازل، بتخشوا تعملوا فوت أو تعملوا تصويت لأكتر وصفة عجبتكم في الحلقة دي، أكتر وصفات بتاخد أصوات بتتلم كلها في حلقة يوم الجمعة، بتكون من اختياركم انتوا تشوفوا فيها إعادة لأحسن أو أحلى الوصفات اللي عجبتكم. فدي تقسيمة الأسبوع إن شاء الله. وإحنا ماشيين في خلال السنة إن عشنا وكان لنا عمر، هيكون في توسع في الأفكار أكتر من كده. هنبدأ بالأفكار دي وهنبتدي نتوسع أكتر وأكتر، عاملين لكم مفاجآت كتير جدا في كل يوم منهم، في كل فكرة منهم هنوسع أكتر بمفاجآت أكتر، بتعمق أكتر، بدراسة أكتر. فإن شاء الله بإذن الله يكون الموضوع مفيد بالنسبة لكم ويكون لامم كل المواضيع اللي انتوا حابينها. فهنبدأ بقى حلقتنا. للمرة التانية أنا بشكركم جدا جدا على سؤالكم عليا، وزي ما أنا وحشتكم انتوا وحشتوني وأكتر بكتير، وبتمنى نكون ضيوف خفاف عليكم في 2019 ونكون دايما مفيدين. أنا في 2019 إن شاء الله مقررين إن احنا نركز على المعلومات قد تركيزنا على الوصفات، لأنه ده اللي احنا اتميزنا بيه الحمد لله رب العالمين، وده اللي احنا ذاكرناه ودرسناه في الفترة اللي فاتت. فحابين ننقل لكم ونركز شوية على المعلومات أكتر، فإن شاء الله المعلومات تكون مفيدة بالنسبة لكم. تعالوا بقى نبدأ حلقتنا، هنطلع فاصل ونرجع نبدأ الحلقة وهنبدأ في التقسيمات على طول بتاعتنا. استنونا. أهلا بكم معانا بعد الفاصل، مستنيين كل تليفوناتكم على 236-0900-936، وده خط الدولي هينزل معاكم على الشاشة عشان برضو مش قادر أحفظه. طيب إحنا النهاردة اليوم لطيف جدا وخفيف، يعني ما فيهوش لحوم، ما فيهوش حاجات تقيلة. هنعمل صنف ينفع غدا، هنعمل صنف ينفع فطار وعشاء، وهنعمل صنف شوربة اللي هو في الجو اللي احنا فيه ده ينفع في أي وقت. يعني الشوربة لازم تكون موجودة، هي والسحلب والبليلة والحمص الشام والحاجات دي طول الوقت في البيت، لأن الجو صعب جدا جدا، ربنا يعين الجميع. طيب هنعمل لسان عصفور بالعدس اللي بجبة أو بالعدس البني، وأنا هنا سلقاه نص سلقة علشان الوقت، لكن لما بعمله في البيت ببقى نقعاه بس. علشان نعمله محتاجين عدس بجبة أو عدس بني، لسان عصفور، سكر، بقدونس مفروم، ملح وفلفل، كمون، عصير طماطم، ثوم مفروم، شطة، خل، زيت. وهنحتاج خل وزيت، وهنحتاج حلة سخنة على النار طبعا. اللي مش عايز شطة ما يحط الشطة. وعندنا أكيد شوية مية سخنة إذا حبينا إن احنا إيه نظبط الأمور. طيب نعمل بس كده عشان الحلة سخنة قوي. هعمله بالزيت، مش هحط لا زبدة ولا سمنة. فالوصفة دي نباتي، يعني ما فيهاش أي حاجة تضايقكم. وهحط هنا لسان العصفور وهبتدي اقلبه، مش عايزه لون غامق قوي، انا يا دوبك عايزه لون ذهبي فاتح خالص. والغرض من الحركه دي اكتر من انه يتشوح او ياخد لون، انه اقفل المسام بتاعه لسان العصفور عشان ما ينزلش النشا بتاعه، وابقى غلفته بالماده الدهنيه اللي هي الزيت، وفي نفس الوقت قفلت كل المسام بالتشويحه. يعني ده الهدف، مش الهدف ان هو ياخد لون جامد او حاجه، عشان ما يعجنش. طبيخك اتقدم قوي يا فهم. ايوه هو ده.
هقول لهم بس الاكتشاف اللي انت اكتشفته ولا بلاش. خلاص ناخد مريم. الله، حليم ستار. يا مريم. الو، ازيك يا مريومه؟ ازيك يا استاذه اميره، عامله ايه؟ اخبارك ايه حبيبتي؟ الحمد لله، حضرتك وحشاني جدا. تسلمي لي يا رب، ما تشوفيش وحش يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا عندي 10 سنين وبتفرج على حضرتك وبموت فيكي حبيبتي العمر كله. يا رب تسلمي لي يا مريومه حبيبتي. اموريني، عايز تساليني على حاجه؟ لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه صنايه قرع العسل. عيني، نزلوا لنا احلى صينيه قرع عسلي لمريم. اخدنا كده العدس، وادي ايه تشويحه. تاني هرجع اقول انا سلقاه نص سلقه علشان وقت البرنامج، لكن انتوا في البيت انا صراحه بكون نقعاه بس في ميه سخنه وبعدين باخده وابتدي اشتغل بيه على طول. اتشوح مع الحاجه، هقوم منزله بقى باقي المكونات. ادي البقدونس، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الثوم، رشه من الشطه حسب الكميه اللي انتوا عايزينها وممكن تستغنوا عنها خالص، وادي الملح، فلفل، معلقه سكر، معلقه كمون. هقلب كله مع بعضه. ام احمد، ام احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلام. الله يسلم حضرتك، الله يخليك يا ام احمد. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بصراحه اول مره اكلمك على الهواء. اهلا وسهلا، ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله، انا بحب حضرتك جدا والله. الله يسعدك حبيبتي، ربنا يخليكي. اموري يا ام احمد. اما بعمل الكيكه العاديه بتهبط مني كده، ما بتقاش ماسكه نفسها. بتهبط وبتبقى نيه من النص. ايوه بالظبط كده، نيه من النص. صح، ايوه بتبقى نيه خالص كده. حاضر، عينيا. هقول لك دلوقتي موضوع الكيكه ده حالا. هننزل بقى يا جماعه عصير الطماطم او صلصه الطماطم او الطماطم المبشوره او الطماطم الكونكرسي، كلهم هيمشوا في الوصفه دي، مش هيقولوا لا. هنزل معلقه من الخل، معلقه كبيره من الخل. شكرا جزيلا. القرع العسلي معاكم على الشاشه. وبعدين هقوم واخده الميه السخنه. طيب، بمناسبه القرع العسلي، في اثناء الفتره اللي فاتت الاجازه دي حبيبتي المذيعه دعاء فاروق كانت عايزه تعمل القرع وبعتت لي قالت لي انا متلخبطه، انت عملتي القرع نزل ميه كتير جدا والبشاميل قلتي هيتعمل باللبن والكريمه، وفي واحده مامه صاحبتي قالت لي ممكن نخف من الميه بتاعه القرع العسلي وناخده ندخله في البشاميل بدل ما نستناه يشرب كل الميه دي. الحقيقه طبعا الطريقه دي تقليديه جدا، كانت كل امهاتنا بيعملوها، وطريقه صح جدا وحلوه جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. لكن الأماكن المميزة اللي بتعمل القرع العسلي ونروح نلاقي القرع العسلي دايب دوب في بقنا وما احناش فاهمين الطعم ده جاي منين، ده بيكون بسبب إن القرع العسلي اتساب على نار هادية يشرب ميته ويتهري مع المية بتاعته. فالطريقة صح جدا، مش غلط أبدا، لكن الطريقة التانية طعمها أقوى. بس ده كل الموضوع، لكن تقدروا برضو تعملوا كده. كمان كانت سألتني على موضوع الجنزبيل وقالت لي أول مرة أعرف إن الجنزبيل بيستخدم للحاجات الحلوة، أنا اللي أعرفه إنه بيستخدم للحادق. ولما جربته الحمد لله عجبها جدا. فالجنزبيل في الوصفة دي من الإضافات المميزة جدا، وزي ما احنا تعودنا في الخمس سنين اللي فاتوا إن احنا بنقول على سواء نصايح صغيرة جدا أو تبدو أنها تكون صغيرة جدا أو بنعمل تويست أو يعني اختلاف بسيط جدا في الوصفة، لكن هو ده اللي بيفرق، إن حد يجي ياكل عندي الأكلة يحس أنها مختلفة تماما عن كل الأماكن، مع أن هي أكلة تقليدية ما فيهاش حاجة. فدي الحاجات اللي بتفرق، والنصايح طبعا بتفرق كتير جدا فإن الوصفة تنجح، بالذات لو حد لسه بيطبخ لأول مرة وما عندوش لسه الخبرة الكافية. بالنسبة بقى لسؤال الكيكة، فطبعا انتوا عارفين ان دي من الأسئلة التقليدية جدا، ان الكيكة تهبط، ان الكيكة تستوي من الأطراف بتاعة صينية الكيك وفي النص تبقى معجنة. ده معناه ان الفرن عالي.
يعني هي هبطت عشان هي مش مستوية، ومعناه ان الفرن عالي جدا، فاداني لون خدعني ان هي استوت وسوالي الحروف، ومن جوه الكيكة فضلت نية، فده معناه ان الفرن عالي جدا. كمان في ملحوظة بتيجي دايما انه الكيكة بتبقى غامقة من جوه، ده نوع البيكنج باودر عايز يتغير، او نوع صفار البيض نفسه غامق. فمثلا البيض الأحمر صفاره بيبقى أغمق من البيض الأبيض مثلا، فنوع البيض بيفرق ونوع البيكنج باودر بيفرق. بالنسبة للكيكة اللي من نص مش مستوية، في ناس كتير بتعمل إيه؟ بتشغل الفرن على درجة حرارة 200-220 لحد ما الفرن يسخن، وبعدين تدخل الكيكة وتنزلها ل 180. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الفرن بيقعد لمدة ربع ساعة تلت ساعة على درجة حرارة 200-220 ويبتدي ينزل بالراحة جدا، تكون الكيكة أخدت لون جامد جدا من برة، حروفها استوت، وفي نفس الوقت من جوة لسه معجنة. فالصح إن إحنا بندخل الكيكة على درجة حرارة 180، يبقى بنشغل الفرن على درجة حرارة 180 وبنسيبه شغال لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة قبل ما ندخل الكيكة. فأنا أول ما بقرر إني هعمل الكيكة بقوم مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 مش أكتر، علشان يفضل ثابت درجة حرارته 180. يا نرمين 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 يا أميرة، يا أهلا يا أهلا، وحشتيني جدا جدا. أنت كمان وحشتيني جدا. كل سنة وأنت طيبة. وانت طيبة وبالصحة والسلامة. انت عايزة تعرفي غلاوتك يعني خالص ولا ايه؟ والله لا انا عارفة الحمد لله غلاوتي من غير حاجة، ربنا يخليك. لا انت كده، لا انت كده عايزة تعرفي غلاوتك، بس انت غالية جدا. انا عارفة، انا عارفة ربنا يخليكي. لا والله يا ظروف خارجة عن ارادتي، الحمد لله رب العالمين، كل اللي يجيبه ربنا كويس. الحمد لله على سلامتك يا أميرة، ودايما منورة ودايما فوزينا، وأمين ثلاث عيرة عليك يا رب وعلى علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا نرمين، أشكرك، ربنا يخليكي. بدأ بقى يغلي ويتشرب ميته، هنقوم بقى مغطيين عليه وسايبينه لحد ما يستوي، وده بيطلع جوسي شوية، مش مفلفل يعني، ما بيطلعش زي الرز المفلفل، لا بيطلع جوسي شوية بس بيبقى رائع، ومن الحاجات اللي بتدفي جدا 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 في الجو الصقيع اللي احنا فيه ده. كمان احيانا بيتعمل بطريقة تانية، ان احنا نزود له السائل قوي ويبقى شوربة، وبرده بيبقى حلو جدا جدا. لسان العصفور ممكن يبقى بداله مكرونة، او يبقى مكانه شعرية، وبيبقى ظريف جدا برده. مش هقول رز لان لو يعني هيقلب شويه كشري، فلا هو مكرونه او لسان عصفور او شعريه، هيبقى لطيف جدا جدا. يلا بينا هنطلع بقى فاصل، هنرجع نعمل الشوربه. النهارده هنعمل شوربه كرفس لطيفه جدا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب اول حاجه عملناها مع بعض كانت لسان العصفور اللي بالعدس، نقلناه بقى على نار اهدى شويه، مش نار هاديه قوي يعني، مش زي الرز، لكن اهدى شويه من الايه، من اللي احنا كنا عليها في الاول. ولازم نفضل نقلب كل شويه كده عشان نتاكد ان السائل يرجع يتوزع كده كويس. طبعا انتوا عارفين انا بالنسبه لي احب جدا العدس واللسان العصفور يكون فيهم عضة، يعني ما احبش ان هم يكونوا طريين زيادة عن اللزوم، لكن التسوية مدتها مع كمية السائل دي حاجة انتوا حرين فيها، يعني حسب انتوا عايزين الحاجة تطلع شكلها ازاي النهائي. تاني حاجة هنعملها مع بعض دلوقتي هتكون شوربة الكرفس. طبعا زي ما قلت لكم هو الجو ده بتاع الشوربات الحقيقة، والشوربة في الجو ده ممكن تبقى وجبة يعني، على العشاء، على الغداء، في وسط اليوم سناك، تبقى وجبة متكاملة. ممكن تستخدمه بعد ما نضربها ونحط لها كريمة، تحطوا فيها بواقي فراخ أو لحمة، فتبقى كده تمام جدا مع حتة عيش، ومتشكرين على كده. عشان نعمل شوربة الكرفس محتاجين معلقة زبدة، معلقة زيت، كوباية من الكرفس مفروم. احنا هنا واخدين العيدان بس، لكن ممكن جدا تحطوا العيدان مع الورق مفيش مشكلة. بصل شرايح، مرقة خضار هنا، طبعا ممكن تستبدلوها بمرقة لحمة أو مرقة فراخ، بس احنا عشان شغالين نباتي.
في بقى لبن او كريمه، طبعا ده بقى يفرق انتوا نباتيين ولا انتوا فيجن ولا انتوا صايمين ولا هي الوضع ايه بالظبط، فممكن تشيلوها وممكن تحتفظوا بيها. عندنا معلقه نشا، ممكن تبقى معلقه دقيق لو ما عندكوش نشا، جوز الطيب وبقدونس، واكيد معانا ملح وفلفل. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها هحط معلقه زيت. ما هذا الذي حدث وازاي حدث؟ اهلا اهلا، ادي معلقه الزيت، وهاخد عليها بسم الله البصل، الملح، الفلفل، جوز الطيب، وهقلب بسم الله. تشويحة، شميت ريحة جوز الطيب، أقوم منزلة الكرفس، ونزل بقى دلوقتي الزبدة. طب ما نزلناش الزبدة ليه من الأول؟ لأنه كانت هتديني لون وكانت هتغير لونها وطعمها، وده مش غلط ومش وحش، لكن مش مطلوب في كل الوصفات. أنا عايزة طعم الزبدة زبدة، فبنزلها متأخر شوية. وأقلب يا أم إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أكلم الشيخ. اتفضلي حضرتك معايا على الهوا، معاكي الشيف أميرة شنب، اتفضلي. اتفضلي يا أم إسراء. أم إسراء لسه معانا ولا الخط قطع؟ معلش يا أم إسراء كلميني تاني. بصوا بقى، أول ما أحس إن البصل طري والكرفس كمان طري، أهو أوبس أوبس أوبس، حصلت حادثة بسيطة. هقوم عاملة إيه بقى؟ هنزل شوية من البقدونس، وبعدين هاخد الشوربة، واللي هي ممكن تبقى مية على فكرة، مفيش مشكلة خالص، وهزود شوية مية سخنة، وهدوب النشا مع الكريمة أو اللبن. يا منة. ألو منة. ألو يا منة، ازيك؟ أيوة ازي حضرتك، عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله، أنا بحبك جدا والله. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. أموري يا منة. حضرتك أنا كنت عايزة، مفيش يعني ينفع يوم لأكلات الدايت؟ معمول حسابه والله يا منة، احنا نسينا بس نكتبه في التقسيمة. مش دايت، احنا متفقين طبعا انه احنا مش هنعمل دايت او مش هنعمل نظام غذائي، لكن احنا هنهتم بفكرة الوصفة اللايت اللي هي تكون سعرات حرارية اقل، نحافظ على السعرات الحرارية انها تبقى اقل بنفس كفاءة او بنفس طعم او بنفس جودة الوصفة، فده احنا هنعمله ما تقلقيش. حاضر عينيا، اكتبي يا هبة بعد اذنك، لان فعلا نسينا نكتب الموضوع ده انا وانتي. شكرا جزيلا. ما شاء الله هبة في 2019 بتسمعني وترد عليا على طول، ده يعتبر تطور هائل. نضرب بقى الشوربة، يلا بسم الله. طبعا اللي ما عندوش هاند بلندر ممكن يستخدم يعني يشيل الشوربة يحطها في الخلاط ويرجعها تاني الحلة، مفيش مشكلة خالص. واللي مش عايز اساسا يضرب الشوربة ما يضربهاش. اللي عايز يتقل الشوربة من غير استخدام النشا والدقيق ممكن يحط بطاطساية مسلوقة مع الكرفس والبصل. مش عايز يتقل الشوربة اصلا، في ناس بتحب الشوربة تكون خفيفة قوي، يبقى خلاص تمام كده. هاخد بقى النشا ادوبه مع، انا عايزة الصغنون ده، مع الكريمة او اللبن. طيب مش عايزة استخدم لا كريمة ولا لبن يا اميرة، يبقى مع شوية مية من الحنفية، مفيش اي مشكلة. بالعكس بالعكس بالعكس
ده انا بقول لك ده تطور هائل في 2019. لا ده حصل اخر شهرين، دي كانت قبل كده. بس خلاص بقى بس خلاص بقى احنا على الهوا اهو كده. ده النشا مع الكريمة او اللبن او شوية مية، لو انتوا مش عايزين تستخدموا كريمة او لبن مفيش مشكلة خالص. هقوم منزليهم هنا. قلنا بدل النشا ممكن نستخدم دقيق، مفيش مشكلة خالص. عارفة يا هبة احنا ممكن نحطه مع يوم الخميس بالتبادل مع الحلويات. لا بالعكس، انا شايفة انه ممكن يبقى بالتبادل مع الحلويات، فاهمة قصدي؟ ايه رأيك؟ ممكن فكرنا فيها، يعني نفكر فيها كده انا وانتي بعد الهوا طيب اهو كده. بحب انا قوي بعد ما انزل الدقيق او النشا ادي غلوتين، لانه مش هاخد النتيجه ان هو يتقل غير لما يغلي غلوتين، وكمان مش هاخد الطعم الكويس لو ما غليتش الغلوتين دول، لان النشا والدقيق بيحتاجوا مده على النار قليله صحيح، لكن بيحتاجوا مده على النار ان هم يستووا، والا هيبقى عندي طعم مرمل كده انا مش عارفه هو جاي منين، فلازم اديله غلوتين. نطمن هنا بقى يا سوسن. ايوه يا اميره، ازي حضرتك؟ مدام سوسن ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، في نعمه والحمد لله على السلامه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. تسلم ايديكي على كل اللي بتعمليه، واكلك كله جميل وانت كلك جميل. تسلمي لي حبيبتي، ده من ذوقك، اموريني. ربنا يخليك، الامر لله. انا كنت لسه هكلم حضرتك على حلقه بالنسبه للاطفال عشان الاكل بتاعهم، لان ولادي مجننني ان هم ياكلوا الخضار، تعبني جدا جدا. هنعمل، حضرتك بتتكلمي النهارده هتعملي اكله عشان التغذيه، فكنت لسه بكلم حضرتك والله عشان اقول لك على الموضوع دوت. حاضر عينيا، احنا هنعمل من بكره ان شاء الله، صح؟ بكره يا هبه، من بكره ان شاء الله عندنا بالظبط، هنبدا في الحلقات بتاعه الاطفال اللي هو يوم الثلاثاء المخصص للاطفال، وبكره في وصفه اللي هي بنضحك بيها على الاطفال ان احنا بندخل الخضار بطريقه غير مباشره علشان الاطفال يرضوا ياكلوه. بكره هنتكلم باستفاضه عن الموضوع، لكن بما ان المكالمه جت النهارده انا حابه اقول لكم ان الاطفال وهم صغيرين اللي بتعودوه عليه هو اللي بيطلعوا ياكلوه، يعني لو اتعود ياكل بملح قليل من وهو صغير بعد طبعا مرور اول سنه هيفضل طول عمره ياكل ملح قليل، لو اتعود انه ما ياكلش سكريات وما ياكلش كانديز وما ياكلش المعلبات والمحمرات والحاجات دي اللي في السوبر ماركت هيطلع ما بياكلهاش، لو اتعود انه ياكل بسكر قليل او بعسل هيطلع كده، لو اتعود انه ياكل خضار وفاكهه من وهو صغير ويطفهم في وشنا والمرحله الاولانيه دي تعدي بسلام هيتعود بعد كده انه ياكلهم. باختصار شديد اللي نفسه اطول في الاول هو اللي هيحط القاعده بتاعته اللي هنمشي عليها بعد كده. لو احنا استسلمنا للزن وللعياط وللتفتفه وللحاجات اللي الولاد بيعملوها يبقى هم هينتصروا وهيفضلوا طول عمرهم ياكلوا غلط، لو احنا أصرينا هيفضلوا طول عمرهم ياكلوا صح. فيعني دي قاعدة كده عامة هنتعلمها مع بعض ابتداء من بكرة وهنكمل عليها إن شاء الله. يلا بعد الفاصل، أنا مش هتهدد يعني، يلا بعد الفاصل. إحنا الشوربة خلصت، لسان العصفور اللي بالعدس خلص، إحنا بقى هنغرفهم في الفاصل عشان نرجع نعمل مع بعض الشكشوكة. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب عملنا بصوا بقى عشان اللسان العصفور اللي بالعدس احنا كنا مجهزين له طاجن، فاحنا ممكن نديله غلوتين في الاول وبعدين نحطه في الطاجن وندخله الفرن ويطلع يتقدم، او تسويه على النار زي ما احنا عملنا. الحقيقه انا استسهلت وسويته على النار، لكن ممكن جدا تدوله بعد ما تدوله اول غلوتين. بصوا بقى شكله مشهي 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 مشهي، وبقول لكم مغذي جدا وبيدفي جدا. فممكن بعد ما تدوله غلوتين على النار تحطوه في طاجن وتدخلوه الفرن
وتطلعوه على التقديم. عملنا كمان مع بعض الشوربة، احنا ما عملناش حاجة خالص في الفصل غير اننا غرفنا بس. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الشكشوكة، ويفضل ان الشكشوكة تتعمل في الحاجة اللي هتتقدم فيها، يعني اعملها في صينية او في حاجة هعرف اقدمها على طول. كمان الشكشوكة ممكن تبدؤوها على النار وبعدين تكونوا بتعملوها اصلا في حاجة ينفع تخش الفرن وتدخلوها الفرن، او يكون الحاجة اللي بتعملوها ليها غطا، يعني حاجة من الاتنين، يا اما يبقى عندي غطا عشان اغطي كده واتأكد ان البيض استوى لاني مش هقلبه، يا اما احطها في حاجة ملهاش ايدين خشب علشان ادخلها، او بلاستيك او سيليكون او ايا كان، يعني يكون حاجة ينفع تخش الفرن عشان ازقها تحت الشواية. عشان نعمل الشكشوكة عندنا بيض بعدد الاسرة، يعني انا هنا ما عنديش بيضتين صراحة عشان بس ايه نبقى واضحين، عندي هنا 6 بيضات. زيت زيتون، فلفل الوان متقطع رفيع، طماطم مفرومه، فلفل حار مفروم ممكن يبقى رومي، ثوم مفروم، كمون، ملح، فلفل، بابريكا، شطه اذا حبيته، جبنه قريش او اي نوع جبنه بيضه او صفرة براحتكم، وبقدونس. طب اميره مش عايزه احط بيض، اسفه مش عايزه احط جبنه خالص، ما تحطيش، مفيش مشكله خالص، تمام؟ طيب زيت الزيتون ممكن يبقى زيت ذره للي حابب، ممكن يبقى سمنه او زيت او زبده يا اميره، ممكن معلقتين كبار، يعني معلقتين محترمين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل اخضر رومي، فلفل احمر، فلفل اصفر، طماطم، فلفل حار، اللي يحب يحط بصل يحط بصل، ثوم، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كمون، شطه اذا حبيته، بقدونس، كزبرة، شبت، أي نوع خضرة، وهقلب. أنا الصراحة بحب أعمل الشكشوكة بالبصل، بس أنا قلت عشان ما ندخلش البصل والثوم في كل حاجة عشان الناس بتتضايق، بس الحقيقة يعني أنا بحب الشكشوكة بالبصل. طيب بعد ما أعمل كده هبتدي أعمل إيه بقى؟ هبتدي أعمل فتحات هنا على قد البيض اللي عندي، انا عندي 6 بيضات هعمل لهم 6 فتحات، 1 2 3 4 5 6. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي مشكله مع البيض، يعني اكيد اللي متابعيني عارفين المعلومه دي، ان انا ما بقدرش امسك البيض بايدي على الهوا، يعني طبعا في البيت بمسكه يعني عادي يعني كده، لكن انا لو مسكت البيض لازم في ساعتها اغسل ايدي بصابون وبديتول وكده، فهم الشباب كتر خيرهم عاملين لي كده، لكن انتوا هتفتحوا البيضه جوه المساحه اللي احنا عملناها لها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا البيض عندي طوارئ في البيت، يعني لو في فطار او عشاء بيض يبقى الولاد ممنوع يتحركوا، يرفعوا ايديهم فوق وهم ماشيين مسلمين نفسهم كده لحد ما يوصلوا لحد الحوض، الحوض ده لازم يتغسل بعدها على طول، ما ينفعش حد فيهم يفتح الحنفية أو يقفل الحنفية، لازم أنا اللي أفتحها وأقفلها، لازم أغسل الحوض بعدها، يعني عندي طقوس للبيت كده شوية معقدة، يعني معقدة شوية. لا الطقوس اللي معقدة مش أنا، لا أنا 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 لا مش معقدة، الطقوس هي اللي معقدة. بتصدقوا أنت؟ قصدك إيه؟ انا موسوسه طبعا، دي معلومه حقيقيه. فهمي بيقول لي انت كده مش معقده، انت كده موسوسه، فهو صحيح انا موسوسه الحقيقه، موسوسه فعلا. هاخد بقى الجبنه، لا ما هو انا كل حاجه ليها طقوس عندي، ممكن بقى كل ما نيجي نطبخ حاجه بقول لكم الطقوس بتاعتها. كل حاجه عندي ليها طقوس، وبعدين الخل والليمون
والحاجات اللي هي المطهرات والحاجات دي عندي يعني بشتريها اكتر من الاكل والشرب هوس. يلا بص بقى، طيب شكل الشكشوكه كده عشان واحنا بنقول احنا عملنا ايه، هحط لها الغطا يعني انا حتى هطفي خالص اهو البوتاجاز وهحط الغطا علشان اسوي ما تبقى من البيض، او هحطها تحت الشوايه في الفرن مش اكتر من كده، وانا بقدمها هديها رشه بقدونس خفيفه جدا. سريعا جدا هقول لكم التقسيمه الجديده بتاعه الاسبوع عندنا يوم السبت، تحضيرات الاسبوع بما فيها المنيو، الكميات، التحضيرات، مصروف البيت، تقسيمته، قائمه المشتريات، كل الكلام ده. بعد كده هنبدا بقى نستخدم من اللي احنا عملناه يوم السبت ده. في يوم الحد هيكون للمبتدئات، هيبقى فيه تنظيم وقت، هيبقى فيه الادوات واستخدامها، المحافظه عليها، تنظيمها، تنظيفها، تخزينها، هيبقى فيه تخزين الاكل نفسه، وهيكون فيه تنظيم الوقت. يوم الاثنين هيبقى للنباتيين، الصايمين، الفيجن، الناس اللي عندها مشاكل في الحساسيات، هيبقى فيه تيبس اند تريكس كده ازاي نمشي امورنا بطريقه سهله وسريعه، سواء في التنظيف، في التنظيم، في الاكل نفسه، هيبقى فيه الاكل الموسمي. يوم الثلاث هيكون مخصص للأطفال ابتداء من بكرة إن شاء الله، كل ما يخص الأطفال من مذاكرة وتنظيم ودخولهم في البيت وتعاملنا معاهم وأكلهم وكل حاجة. يوم الأربع هيكون مخصص لبواقي الأسبوع كلها، وهنعمل بيه أكل فاخر جدا وأكل عزومات، مش أكل طبيعي يعني، مش أكل عادي. يوم الجمعة هيبقى بيست أوف، فابتداء من النهاردة بعد الحلقة مباشرة هتلاقوا البوست بتاع البيست أوف، تخشوا تنقوا الوصفة اللي أنتوا عجبتكم، واكتر الوصفات اللي بتاخد تصويت على مدار الاسبوع هي الوصفات اللي بتتجمع في حلقه يوم الجمعه علشان تتعاد تاني، علشان يكون في فرصه انكم تشوفوها مره كمان. يوم الخميس هيكون دايت واتيكيت، او لايت واتيكيت، وكمان حلويات. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا الشكشوكه، عملنا العدس اللي بجبه مع لسان العصفور، عملنا شوربه الكرفس. ابتداء من النهارده ان شاء الله ان عشت وكان ليا عمر وربنا قدر لي، فاحنا معاكم يوميا على الهواء من 4 لـ5، اعاده 10:30 بالليل، اعاده 2:30 الفجر بقت 10:30 بالليل، للاسف الشديد اعاده يوم الساعه 9 الصبح اتلغت، فانا بعتذر وعارفه ان الناس معترضه، بس والله احنا بنحاول بقى نرضي كل الناس مش عارفين، فسامحوني. الاعاده بقت 10:30 بالليل فقط لا غير، والهواء الساعه 4. بشكر كل الناس اللي سالت عليا، اشكركم شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين.